تواصل جائحة كورونا هيمنتها على كوكب الأرض، لا أحد يقف أمامها ولا لقاح أثبت جداره. ولأننا في عالم يجدد نفسه كل ثانية، فأساليب الوقاية اتخذت شكلا جديدا. في جاكرتا مثلا، عاصمة سنغافورة، الشرطة فيها تسجن المخالفين لقرارات حظر التجوال وارتداء الكمامة في تابوت لمدة ساعة كاملة في محاولة للحد من كسر حدود الإجراءات الوقائية. شاب مكسيكي يرتدي زي الموت ويتجول في الشواطئ باحثاً عمن يخالفون تعليمات الالتزام بالتباعد وارتداء الكمامة ليوبخهم بطريقته الخاصة. هذه الأساليب وغيرها، الغاية منها ليس إخافة الناس بشكل محدد، ولكن لا بد من التذكير بأن الوقاية هي سبيلنا الأوحد في ظل غياب العلاج.